بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده شرح تفصيلي عن كيفية وضع عملاتك القديمة أو أي شيء عايز تبيعه أو تتاجر فيه بالنسبة للعملات القديمة على منصة الاي باي. كل منزل في البيوت العربية لا يخلو من إحدى القطع النقدية النادرة اللي مرت عليها سنين، سواء كانت لو كنت من هواة جمعها أو لأنك ورثتها من أجدادك. ولكن هل تعلم أن هذه العملات النقدية أصبحت من التحف الفنية التي يبحث عنها كبار المحترفين في مجال الأنتيكات، وأنك لو بعتها سوف تصبح ثريا لأن أسعارها أصبحت خيالية والإقبال عليها كثير جدا. الموقع ده هو الوحيد اللي بيحتوي على زوار بالملايين من أنحاء العالم، والذي يمكنك من بيع العملات المصرية والعربية والأجنبية القديمة، هو موقع إيباي المشهور، حيث تستطيع عرضها وبيعها بكل مصداقية وفي فترة وجيزة لأن الطلب عليها كبير هناك. كل ما يجب عليك هو التسجيل، فتابع معي عشان نعرف نسجل إزاي ونعرض عملاتنا ونعرض كل شيء. ولازم يكون الموقع مرتبط ببيبال ليه؟ لأن علشان يتحول لك الفلوس، وأي شخص عايز يحول لك فلوس ممكن يحول لك من على البيبال، مش شرط بس المواقع دي، فانت كده كده مضطر انك تحتاجه تربط معاه الحساب ده. ولو طبعا محدش عارف او شيء ابعتوا لي بس انتوا، وانا باذن الله ابعت لكم وهعرض لكم على المواقع دي. ولو تباع اقول لكم برضو تباعوا عامله كام، وعايز تباع عملتك انت تبيعها وفلوسك هتجيلك على الفيزا بتاعتك او احولها لك، دي مش مشكله. ندخل على انشاء بطاقه بياناتك، وهسيب لك كل المواقع تحت في الوصف اللي انت تسجل منها وتدخل على الايباي وكل حاجة. هنا هيجي لك تكتب الايميل بتاعك والباسورد والكلام ده، ممكن تسجل بالجيميل وبالفيس عادي جدا. فانت تسجل بالجيميل بتاعك بس الاول وتضغط على اكمال، هتلاقي تحت هنا اكمال، وتيجي على بعد ما تخش الموقع على سيل ده اهي اللي على السهم، وتخش على سيل. وممكن تقلب الموضوع ده كله بالعربي لو انت يعني الانجليزي تعبك شويه، ممكن تقلب تخش عليه تسجل بالعربي، متاح يعني بالعربيه. نيجي بعد كده ساعه ما تخش على سيل هتجيب لك بقى قدم معلوماتك للاتصال بقى علشان تعرف تعرض وتعرف تعرض ولازم يتربط طبعا بالبيبال. هتكتب الدولة، هتكتب العنوان، هتكتب المعلومات يعني المدينة، الرمز، الولاية، المقاطعة، رقم التليفون بتاعك الهاتف تكتبه مظبوط، يكون مظبوط يعني يا ريت. على أساس هيجي لك رسالة برضو، رسالة تفعيل من 6 أرقام زي ما انت بتسجل على أي موقع زيه بالظبط، دي ما فيش فيها أي مشكلة بالنسبة لك بتهيألي في التسجيل يعني. ولكن هو جميل جدا في استقبال كل اموالنا من بره، حتى لو انت واحد عايز يبعت لك فلوس او يحول لك ممكن تبعت له، هشرح لك بعد كده برضه في فيديو منفصل ازاي يبعت لك، بتاخد رابط كده بتحوله له وبتعمله وبيدخل هو يعني. فبعد ما تسجل بيدخلك بقى هو على طول الاعلان بتاعك اللي انت عايز تعمله اهو، كل ده ببلاش طبعا من غير فلوس، لانه هو بياخد نسبه زي ما احنا قلنا من البدايه، هو و البيبال بياخد معاه نسبة فبياخد يوصلوا 15 او حاجة زي كده يعني. فبتيجي بقى بتكتب فوق العنوان بتاعك، يعني مثلا ليكن ريال الملك فاروق الاول 1927 نحاس فضة بتاع مع 5 شيلين 5 قروش قصدي نص جنيه، اعرض العملة اللي انت عايزها، اعرض اي سلعة، اي سلعة مش شرط عملة، اي شيء. وعلى فكرة بيدخلوا بس يعني من اوروبا كتير جدا، واللي بيشتري اغلبيتهم من هناك، ولذلك بيفصلوا بالسنت يعني هيفصلوا معاك كتير. فانت تكتب العنوان كويس وتدخل بعد كده، دي المرحلة الاولى العنوان. تيجي بعد كده يقول لك الصورة بتاعتك التانية دي تكتبها اللي هي على اساس انت اكتب انظر الصورة بس وخلاص، انت كده كده هتحط الصورة. طبعا انا مسجل على الموقع من زمان، فايه يعني بقول لك بس بشرح لك من يعني جيميل تاني وبتاع، فهو فاضي ولكن بشرح لك بسرعة يعني. فانت بتقول له بس انظر الصورة عادي بالعربي بالانجليزي براحتك انت.
تقول له انظر الصوره، لان انت ما كنتش مقيم العمله بتاعتك قبل كده ولا بتاع، فهو بيقول لك ايه نوع العمله بتاعتك، الكلام ده مقيمه جيده فيري جود، الكلام ده يقول له انظر الصوره. بتيجي لتالت مرحله بتنزل تحت عشان تحمل الصوره، فانت بتضغط هنا على تحميل الصوره زي ما انت شاهدت، وبتختار الصوره طبعا من الكمبيوتر بتاعك الشخصي او الموبايل، وبتحمل الصوره بتاعتك حوالي صوره 2 3 عمله 2 3 براحتك انت، وش وضهر بس يا ريت يكون التصوير بكاميرا كويسه جدا، ولو استخدمت الفوتوشوب برضه يكون كويس على اساس ان هو يعدل لك الصوره ويخليها كويسه جدا، لان التقييم في الكلام ده بيبقى كويس جدا في الموضوع ده بالذات عشان تجيب سعر كويس. طول ما العمله متبهدله وتصويرها وحش مش باين، فطبعا بتتقيم على اساس ان هي بتبقى رخيصه شويه، يعني عايز عملتك تزيد شويه، فانت ايه اهم شيء التصوير، اهم شيء يا جماعه التصوير. حتى اللي بيراسلوني كتير وبعض الاصدقاء بيكلموني على الواتس اقول لهم يا جماعه كل واحد يصور كل عمله لوحدها ويصورها تصوير جميل جدا وقريبه وتكون اضاءه كويسه وواضحه، على اساس ان انا عرضها برضه على الموقع تبقى واضحه لهم برضه تجيب لك فلوس، انما انا باجي اتكلم واقول له جايبه كذا يقول لي ليه ليه عامل ايه، ما انت تصورك وحش وهي باينه ان هي وحش، فتقييمها لازم يكون مش كويس. ايه طبعا الخطوات دي بتيجي بقى انت حضرتك بتملاها، ايه كل ده زي اي شيء بتملاه، يعني زي استماره زي اي حاجه بتملاها. ايه لو انت قلبت العربي انت هتفهم برضو اكتر، بتكتب الابعاد، بتكتب العمله بتاعتك، ايه الكلام ده كله، بتكتب يعني كل حاجة عن العملة بتاعتك هي ايه بالظبط. وبتيجي بعد كده بننزل تحت هنا هنشوف، ننزل هنا البيانات طبعا، تكتب عملة سنة كام اللي انت عارضها، النوع بتاعها فضة، النوع بتاعها ابعاد، الكلام ده كله، واقول لك تجيب الابعاد دي منين والحاجات دي تكتبها منين. اكتب في الخانة دي ممكن تجيب تكتب اللي انا اخترته ده ويتش السيلكت بتاعها، تيجي نكتب الوصف، والوصف ده مهم جدا، اهم حاجة وصف العملة، العملة سنة كام، العملة فضة نحاس ذهب، كم ملي، كم جرام، الكلام ده كله، وانت تجيبه من موقع هسيبه لك، لان الوصف ده مهم جدا برضو عشان يفهم ان انت فاهم كويس المشتري، وهتحط سعرك طبعا بناء على الكلام ده كله. هو ده الموقع اهو ظهر قدامك اللي هو نيوميستا، نيوميستا ده بيجيب لك كل اسعار كل عملات العالم كلها، اي عملة عايز تعرف حجمها كل معلومات عنها بيجيبها لك الموقع ده، جميل جدا. فانت بتكتب الوصف بتاعك دقيق جدا وبتعرضه زي ما انت شايف كده بالظبط، بتحط كل حاجه انت بتجيبه بس كوبي وبسط والزقه هنا في الموقع وخلاص. بتيجي على الاختيار اللي تحت اللي هو الفورمات ده، اهو الفورمات ده منه نوعين، بتختار انت الاختيار اللي هو الاولاني اللي هو ايه الدفع مباشر، ماشي اللي هو الدفع المباشر، تختار الاختيار الاولاني في خلال قد ايه مثلا، ممكن تسيبها زي ما هي 7 ايام، وممكن تعملها ايه يعني اقل من كده يا ريت يبقى احسن، يعني لو اعملها عادي اقل من كده 3 ايام مش مشكله يبقى افضل. وبتيجي بعد كده بتكتب طبعا ايه ان انت الفلوس تستلمها كاش عن طريق البيبال، هنعرف برضو البيبال وهقول لكم برضو في حلقه قادمة ازاي برضو تسجل على البيبال وتفعله وتربطه بالفيزا بتاعتك البنكية، على اساس الفلوس تجي لك البيبال يحولها على طول على الفيزا في البنك وانت قاعد في البيت من غير ما تتعب ومن غير ما تروح ولا تيجي، وتعرض وانت برضو في البيت من على الكمبيوتر او من على الموبايل، ولا تروح ولا تيجي ولا تسأل ولا الكلام ده كله. احنا بنقيم وبنسعر بناء عن اللي احنا بنحطه في المواقع دي، والشركات دي هي اللي بتقيم لنا وبتقول لنا ده بكام وده بكام وده بكام، ما نقدرش احنا نتكلم، انما الاسعار المهوله اللي انت بتسمعوها دي مش مظبوطه يعني. فبنيجي انت بتختار هنا طبعا بتحدد السعر بتاعك 30 دولار او 50 دولار حسب العمله اللي انت حاططها، والباقي بتقول له انا ما قلش عن 30 وفي فصل ولا لا، وبتعلم على العلامه دي على اساس المشتري مثلا يتفاوض معاك في السعر، فانت بتقول له 30 واخر 30 واقل من 30 ما فيش فصال يعني ما فيش كلام، فانت بتعلم العلامه ده على اساس يبقى في تفاوض، لو انت مثلا حاطط 100 حاطط 200 دولار يبقى في تفاوض منهم، مثلا يقول لك 95 98 هما بيدققوا على السنت كويس مش زينا يعني.
فبتعلم على العلامات ديت وخلاص، وبتنزل تحت هنا لازم تبقى مربوطه بالبيبال. طريقه الدفع طبعا بتقول بتختار اللي هي البيبال ده اهي، اللي السهم دوت هيظهر عليها دلوقتي حالا. دي بتختار طريقه الدفع بتاعتك عن طريق البيبال، لازم يكون مربوط بيه او اي وسيله دفع تانيه في غير البيبال. كتير جدا، دي مواقع البنوك كلها الكترونيه ومضمونه، بس البيبال يعني مشهور جدا وفي غيره كتير. فانت لو مرتبط باي واحد تاني ده مش مشكله. بتنزل تحت هنا في الخانه اللي تحت دي، بتكتب الجيميل بتاعك، الجيميل اللي هو بتاع البيبال، على اساس ايه يبعت لك رساله يقول لك خلاص المشتري كذا وانا بعت لك كذا وانت بعت العمله والكلام ده كله ايه، ويبعت لك الفلوس بعد ما يخصم حقه طبعا. بنيجي بعد كده بنختار اللي هي الفول ده اهي، اتنشن ده اهي، وشوبنج دي تختار طبعا الاختيار دوت اللي هو فلات كوست اللي هو الشحن خارج القطر، الشحن خارج المكان اللي انت فيه. وبتيجي تختار المكان دهوت اللي هتختار منه الشحن طبعا خارج المكان اللي انت فيه، يعني مش لو انت موجود في مصر مثلا، بتبقى في ازورة او مدينة تانية او كلام من ده، فالشحن جاي لك من بره، فانت بتشحن بتختار الاختيار اللي انا مختاره ده اهو. والشحن طريقته بتبقى مجاني زي ما انت شايف كده، ما تكتبش شيء هنا مجاني، هو الشحن خليه مجاني ما تكتبش شيء، وحسب العدد اللي انت حاطه كتير قليل عادي اعمله مجاني بس. هو كده كده بياخد العمولة بتاعته من الفلوس، لان الفلوس هو اللي بيحولها لك. وبنيجي هنا بتختار الاختيار اللي هو عايزه في قد ايه، يعني الشحن بتاعك هيبقى في قد ايه، بتكتبه مثلا يومين او 3 ايام بالاقصر، يعني ما تزودش عن كده لان هو بيجي بسرعة اصلا. وحسب العملة اللي انت هترسلها برضه، بترسلها مثلا بتوصل في خلال برضه 2 3 بالكتير في ظل الظروف اللي احنا فيها، يعني ممكن يوصل في 7 ايام. وبتختار الاختيار الاخير، وده تعتبر اخر مرحلة في العملة اللي انت بتعرضها والاعلان. بتسيب الخانات دي زي ما هي، ما تكتبش فيها حاجة عادي خالص. ممكن تسيب الخانتين اللي انا كتبت فيهم دول برضه فاضيين خالص. دي بالنسبة القطر بتاعك، انا كاتب المنصورة ايجيبت كده، بتكتب انت بتضيف كام دولة على اساس تبقى الشحن بيبقى قليل شوية، بالعمولة بتاعتهم بتقل سنة يعني كويس. فبتعمل كل ده، خطوات سهلة جدا اي واحد يعملها، انت قدامك كل شيء، وممكن تقلبه بالعربي علشان تفهم كويس او تكتب الكلام ده. وبتنزل تحت هنا طبعا بتخلص، يبقى انت كده خلصت الشحن عندك فري اهو. كده كده ما بياخدش منك اي عمولة بالرسوم لهذه المرحلة، مفيش اي رسوم خالص للاعلان، 0 0 اهو، مفيش خالص، هتلاقي عندك 0، فما بياخدش شيء. بترجع بعد كده طبعا بتراجع كل البيانات اللي انت عملتها كلها في الصفحة دي، وبتراجع يعني واحدة واحدة كده، وتشوف انت كاتب ايه، عامل ايه، الوصف العملة اللي انت عرضها، الكلام اللي انت جبته يعني من الموقع اللي قلت لك عليه وعرضته، الوصف بتاع العملة، ناسي حاجة كده يعني، هتلاقي برضو في فوق لو انت ناسي شيء برضو ايه كاتب لك بالاحمر ان انت في حاجة تحت او كلام من ده ايه. فانت تشوف برضو هتلاقيها معلمة مربع احمر، ترجع تعدل فيها او تشوف التعديل بيتم ازاي، سهل جدا مفيش في كلام. وبتنزل خلصت كله وعملت تشيك على الكلام ده كله، فبتنزل تحت هنا بتضغط على ليست ايتم على اساس الاعلان بتاعك يروح ويتعرض، بحيث انك ايه خلاص كده يبقى انت خلصت. وكده العملية كده تمت بنجاح، success you have got installed. كده العملية يعني يقول لك تمت والاعلان بتاعك اتنشر. هيبعت بقى ايه، يعرضه طبعا على الموقع، وملايين هتشوفه من انحاء العالم كله، في كل العالم اللي عايز يشتري بقى يعرض
وتعالى طبعا سعرك محطوط في الإعلان اللي انت حاطه، فهو بيشوف بقى بيقيمه هما، أو مزاد بيخش في مزاد برضه العملة بتاعتك، وبرضه بيعلوا فيه، وآخر سعر بيجيلك وسعر حلو عشان يخصموا منهم إيه العملة بتاعتهم. كل ما السعر يكتر طبعا هي مفيدة لهم هم. والفيديو اللي جاي هشرح برضو البايبال على أساس نربطه برضو، ونسجل إزاي فيه ونفعله بالفيزا البنكية وعشان يتحول لك الفلوس برضو، ولأنه هو مهم جدا. فبرضو أنا هنشرح، وأرجو إن تكونوا استفدتم من الشرح في الفيديو ده. أنا بقول لكم بس على أساس كله يعرض العملة بتاعته، أي شيء عايز يبيعها برضو، ساعات تحف، أي حاجة يعني أحيانا كل حاجة عايز تسوقها ممكن تسوقها على الموقع ده، جميل جدا وما بياخدش فلوس ومجاني، يعني بتعمل فلوس من غير رأس مال خالص. وشكرا لكم، وأرجو إن تكونوا استمتعتم بالفيديو، وشكرا لكم، أرجو الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. وأكون شاكر لفضلكم لو اشتركتم وعلقتم، وتعليقاتكم طبعا بتسعدني جدا، وأنا تحت أمركم.